المرمى. بطاقة حمراء ثانية تأتي في الدقيقة 32 من يحاول. يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا فنان، الفرنسي جيرمي مينيز يسجل هدف رائع رائع رائع. فرحة يستاهلها الميلانيستا، فرحة يستاهلها سوبر بيبو، وكرة رائعة للفرنسي المتألق. ما شاء الله جيرمي مينيز يأتي على أخطاء دفاع باربا ويسجل بالكعب. كم كرات الكعوب التي نشاهدها في عموما دوريات العالم، هي قليلة ونادرة، وهذه واحدة من النوادر لتسجل خامس أهداف الميلان، خامس أهداف الميلان. شوف الكرة الأمامية جميلة كيف، ورأسية في التمرير لمينيز، هنا الخطأ الدفاعي في إعادتها، وجميلة جميلة عدى فيها من حارس المرمى. جيرمي مينيز الفرنسي الجميل يسجل هدف جميل بالكعب، هدف سيظل أيضا في ذاكرة الميلانيستا كثيرا، هدف يسجل في دقيقة مهمة في الدقيقة 33 كان، وفي وضع مهم من المباراة بعد أيضا إبعاد فيليبي بالبطاقة الحمراء.